ومعنا في استوديو مركز الأخبار الأستاذ سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. مساء الخير أستاذ سلمان. ونبدأ مما انتهى إليه التقرير، طبعا ما يشوب ملف تنظيم قطر لكأس العالم هو موضوع حقوق الإنسان، وأنت كحقوقي تمثل مجموعة حقوقيين مستقلين. ملف حقوق الإنسان، هناك انتهاك كما ذكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن هناك انتهاك كبير للعمال الذين يعملون على منشآت كأس العالم في قطر، وهناك حالات كثيرة وصلت إلى الوفاة. أين تقف قطر من هذا الملف، ملف انتهاك حقوق العمال، وهل من الممكن أن يؤثر هذا الموضوع على استضافة قطر لكأس العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. الجواب على سؤالك إذا اختزلناه نعم، ولكن المفاجأة بالنسبة حق المتابعين أن ملف قطر المعني بالعمال الذي تابعه مجلس حقوق الإنسان منذ 3 سنوات وما زال الملف قائم في متابعته، بيّن مدى للأسف الشديد العور والاعوجاج في المنظومة القطرية، وتمثلت في 3 محاور أساسية، ألا وهي طبعا القانون، استخدام العمال، وكذلك القانون الوطني القطري، وصولا إلى سبل الإنصاف. بالمرحلة الأولية وإحنا نتكلم عن القانون استخدامهم، للأسف الشديد تم استغلال العمال بدفع ما يعادل 3700 دولار وخصوم من دخولهم اللي هي تعتبر جدا زهيدة، حيث يصل الراتب اليومي من 8 إلى 11 دولار أثر التحقيق الذي قاموا به الجهات المختصة لحقوق الإنسان، ووردوا هذا التقرير لمجلس حقوق الإنسان، من 8 إلى 11 دولار ناقصة للأسف الشديد أجور الإقامة والصحة، وهذا لا يتناسب حتى ويا ما تنفقه قطر من جانب وما تقوم به قطر. أما من الناحية القانونية أو إذا تكلمنا عن القانون القطري، القانون القطري مثل ما نعرفه حرم العمال من إيجاد نقابات بحيث أنه تقوم بعملية متابعة طلباتهم أو حتى الوقوف على قضاياهم التي وصلت مثل ما تفضلت إلى حد الموت. إحنا نتكلم عن الجنسية البنغالية، نتكلم فوق 200 وشيء وفاة، ونتكلم عن كذلك الجنسية السريلانكية، ناهيك عن الجنسية الهندية. إذا اجتزل يعني إذا ينا بنجتزل هذا الموضوع فهو ملف مخزي، وعلى يعني مجلس حقوق الإنسان أن يقوم بدوره بأخذ قرار تجاه هذا العمل. سيد سلمان، مثل ما ذكرت طبعا يعني ملف حقوق العمال في قطر يعني فيه العديد من الانتهاكات. الجانب الآخر الذي ذكره بيان الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان يتحدث عن مخاوف لدى الفيدرالية من أن الأموال المحصلة من تنظيم بطولة مثل بطولة كأس العالم في دولة قطر من الممكن بحكم العلاقات القوية التي تربط قطر بجماعات إرهابية وتنظيمات إرهابية وكيانات إرهابية مسلحة، أن تذهب هذه الأموال المحصلة من تنظيم هذه البطولة الرياضية إلى دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية. إلى أي مدى تراه مؤثرا، وما هو دوركم كمجموعات حقوقية وكجهات حقوقية للتعامل مع مثل هذه المخاوف؟ لم يعد خافي على أن الكيان القطري أو النظام القطري صار متورط في دعم الخلايا الإرهابية وكذلك الميليشيات الإرهابية، وهذا ليس بسر. المخاوف اللي تحدثت عنها هي نعم هي موجودة، ولكن خلنا نعرج بس في نص دقيقة. في اعتقادنا أن يكون انطلاق مكافحة مردود هذه المؤسسات التي أوجدتها قطر بالأساس لدعم بعض هذه الخلايا. هناك اتفاقية مكافحة الجريمة العابرة للوطنية، وهي اتفاقية دولية ليس معنية فقط بمكافحة الإرهاب بل مكافحة كذلك
كذلك تمويله. والأمم المتحدة كذلك وضعت صياغة محددة حق متابعة أصول واستثمارات الأعمال اللي تنتج أو أن تمول الأعمال الاستثمارات التي تمول الأعمال الإرهابية. في اعتقادنا كمتابعين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من خلال البيانات اللي احنا نتابعها هي متجهة إلى هذا الاتجاه، حيث صدر أزيد من بيان يتكلم عن المتابعة الدولية والمطالبة بالإشراف الدولي على الاستثمارات القطرية للأسف الشديد التي لم تسلم منها حتى الرياضة في تمويل وتغذية الخلايا الإرهابية. نعم، السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في استديو مركز الأخبار.